قطع تتباهى بصياغتها الأصيلة الفاتنة، تحف زاخرة بتجليات فنية تنطق بالدهشة والجمال. الجنبية الكنز الموروث حضاريا لليمنيين، إرث ممتد منذ آلاف السنين شكل جزءا من ثقافة الشعب وصناعة البلاد وتجارتها. ومع عمرها التاريخي البعيد لم تتقادم، وظلت قطعة قيمة من الزي الشعبي يتزين بها الرجال حتى اليوم رغم العوائق التي تواجه صناعتها. الجنابي الأصليات لهن أكثر من 2000 سنة، وأحسن الجنابي وحيد القر إلا أنهم قد منعوه. إذا أنت لابس ذهب والجنبية مش جنبية أصلية ما اعتبروكش لك شيء. أعلى القدامى من شأنها جدا حتى تجاوزت كونها مجرد سلاح شخصي اعتاد القدامى التمنطق به، فهي رمزية قدمتها الثقافة التقليدية كدلالة على الرجولة والشجاعة. باتت تعرف من خلالها منطقة مرتديها الجغرافية وتميز مكانته الاجتماعية بناء على أهم مكوناتها، وهي قبضتها أو ما تسمى محليا بالرأس، والخنجر والمسمى بالنصلة، وصولا إلى غمدها وحزامها والمعروف باسم الجهاز والعسيب. أنا جنبي لعت الأشكال بحضرة من بجنوبي بماربي قديم حاجة يعني ميدة اسم لما تصل جنبي. الجنبية التي تتحدد قيمتها على أساس عمرها التاريخي وشكلها الفني، يحرص كثيرون على حيازة أقدمها وأفضلها بغرض الاستفادة من قيمتها كاحتياط مالي، خاصة وأن صناعتها يدوية وتحظى بعناية فائقة. عندنا مثل يقولوا بوكسة باضل. ما هي بوكسة باضل؟ عندما يأخذ الإنسان يوفر لمن ما ما يسمى بالمخزون، للمخزون الاحتياطي للشخص نفسه، لحوادث إما مرض أو سفر أو زواج أو أي عارض من عوارض الدنيا، يتم بيعها ويتم باسمه صرف المبلغ الذي بهذا الذي بيقبض ثمنه فيما يقضي بها غرضه. وكذلك مع الوقت هي عبارة عنها ما بتقش مكانها في محلها. مثلا أخذ هذا مليون، بعد 4-5 سنين بتوصل إلى مبلغ 1.7 مليون، 1.8 مليون، 1.2 مليون، في حدود هذا، وكله حسب أوضاعها حسب درجات جودة الجنبية. التحكيم أحد الأعراف القبلية التقليدية في اليمن، تشكل الجنبية أحد أركانه الأساسية، وهي عملية لفض النزاعات وحلها بطرق سلمية. ما زالت أغلب المجتمعات القبلية يحتكمون بها لتحقيق السلم. عندما تحدث نزاعات يتم فك النزاعات بالجنبية، ليس للفهم بطريقة الاقتتال أو بطريقة فض النزاعات المتعارف عليها أن كونها سلاح، لا، ما يتم التعارف على في بلادنا وهو مجهول في المناطق العربية الأخرى، مسألة التحكيم. فعندما يوصل شخص مثلا وقد حدث منه خطأ جسيم أو هذا، بيتم المجني عليه بالتحكيم بالجنبية، خلاص يوقف النزاع حتى يتم حضور العقلاء أو التدخل من قبل أشخاص آخرين لحل النزاع بما يرضي الطرفين. أعوام عديدة مضت ولا تزال الجنبية تشكل جزءا من هوية يعتز بها اليمنيون ويرفضون اندثارها.